حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل على البرنتر اتش بي سمارت تانك 580. وقبل ما نخش في اي خطوات، الاصدار ده فيه خاصيتين انك تقدر تطبع من الموبايل. والخاصيه الاولى وهي من خلال الاتصال المباشر. الخاصيه دي فيها ميزه وفيها عيب. ميزتها انك هتطبع من الموبايل للبرنتر على طول، ولا بتحتاج راوتر ولا بتحتاج اي كابل. وغير ان لو في مشكله في الراوتر او المكان ده ما فيهوش راوتر اصلا، فالميزه دي هتبقى مناسبه ليك. لكن عيبها كل مره لما تيجي تطبع من الموبايل لازم توصل الموبايل بالشبكه اللي خارجه من البرنتر. وميزه الطباعه من خلال الراوتر الواي فاي، اي حد متوصل بالراوتر هيقدر يطبع بكل سهوله اذا كان موبايل لابتوب تابلت. لكن عيبها هنا لو في مشكله في الراوتر او حد غير باسورد الراوتر او اشتريت راوتر جديد، فهتعيد خطوات توصيل البرنتر بالراوتر. ولو الراوتر بعيد جدا عن البرنتر فطبعا هيبقى في بطء في ارسال الملفات من الموبايل. واول فقره هنبدا بيها وهي فقره ربط البرنتر دي بالراوتر الواي فاي عشان نقدر نطبع على اكتر من موبايل. والخطوات كالتالي: اول حاجه هنخش على جوجل بلاي او متجر بلاي ده عادي جدا، ونيجي للبحث هنا تمام، ونكتب اتش بي، هنختار اتش بي سمارت الابيض ده اهو، ثم هنختار تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج ده يتحمل ويتثبت معانا. وبعد ما البرنامج يتحمل معانا هنفتحه عادي جدا. طبعا لازم تتاكد ان الموبايل ده متوصل بالراوتر الواي فاي اللي انت هتربط عليه البرنتر، ده اهم حاجه عندك. هنختار قبول الكل، ثم بعد كده هنختار اسكيب اللي تحت ديت. هنيجي من فوق كده ونعمل اضافه برنتر اللي هي دي اللي عليها زائد دي، ضغطه واحده كده. هنختار سيت از نيو برنتر، ثم هنختار واي فاي، ثم هنختار كونتينيو، ثم كونتينيو مره اخرى، ثم هنختار السماح، ثم هنختار اوكي. هنختار اثناء استخدام التطبيق. هنبدا نختار البرنتر اللي ظهر لنا قدامنا دي بالطريقه دي كده. بيبدا يقول لك دخل كلمه مرور الراوتر، يعني هو دلوقتي هو اختار لي الراوتر اللي موجود على الموبايل، يعني الموبايل ده شابك بالراوتر اللي انا هعرف عليه البرنتر. هو ظهر لي فوق اهو ده اسم الراوتر، بيقول لك هنا دخل كلمه مرور الراوتر الواي فاي، انا هدخلها دلوقتي حالا ونرجع نكمل مع بعض الخطوات. بعد ما دخلت كلمه مرور الراوتر الواي فاي هنختار كونتينيو لتحديد. بيقول لك هنا اتك على زرار الاي اللي منور في البرنتر، يعني بص كده البرنتر الزرار الاي ده اللي منور وينطفي اهو ده، تك واحده عليه كده هتلاقي اللي اختفت من الموبايل القايمه وقتها كده. بعد التعريف ده اي حد رابط بالراوتر واي فاي اذا كان موبايل لابتوب تابلت هيقدر يطبع بكل سهوله. الخطوات دي بتتعمل مره واحده بس، يا اما هتعملها مره كمان لو انت غيرت كلمه مرور الراوتر واي فاي او جبت جهاز راوتر واي فاي جديد، هتتبع نفس الخطوات كده. عمل صح على جميع الخطوات، هنختار كونتينيو كده. بقى لو جبت موبايل تاني وعملت سيرش ببرنامج اتش بي هلاقي البرنتر على طول. بعد كده هنختار قبول الكل. دلوقتي هيجي لك الخطوه دي بلاش التحديث التلقائي موصى بيه، بلاش نخليه اعلام عند التوفير، لان التحديث لما بيجي بيلخبط البرنامج عامه. الصفحه دي لما تظهر لك لو انت اتكيت على برنت فهي دلوقتي هتطبع الورقه دي من الموبايل كحاجه تاكيديه ان الموبايل ده اتربط بالراوتر خلاص وهيبدا يطبعها. لو طبعها دلوقتي يبقى انت مبروك عليك، البرنتر جاهز انك تطبع من الموبايل. لو انت مش عايز تطبعها بتختار سكيب برنتنج بيج، فانا هختار برنت افضل يعني اشوفها توصلت ولا. بعد كده هيجي لك شويه خطوات كده هنختار برنت برضه. هتبدا تفتح التريلر عشان الورقه ما تقعش في الارض او زي ما انتم شايفين كده بتطبع الورقه، يعني كده الموبايل كده اتعرف خلاص. ما تستعجلش اهي الورقه ظهرت هنا، الورقه دي اللي كانت مرسومه في الموبايل دلوقتي. ايه نشكرك على اختيار اتش بي، تمام كده احنا كده اتعرفت خلاص. هنيجي عند الموبايل تاني ونختار كونتينيو لتحت ونختار نيكست، وزي ما انتم شايفين ظهر لك القايمه دي بيقول لك ان خزانات الحبر الاسود والازرق والاحمر والاصفر مليانين حبر ومفيش اي اشعار بمشاكل في البرنت. طب دلوقتي ازاي نطبعه؟ الموضوع بسيط جدا، هنقفل البرنامج عادي جدا، وعلى سبيل المثال هنختار اي صوره من البوم او استوديو الهاتف زي ما انتم شايفين كده. وخطوات الطبعه واحده، هنختار مشاركه اللي هي المشاركه دي كاننا بنشارك صوره عادي، ونبدا ندور على برنامج اتش بي اهو اللي احنا نزلناه نختاره كده. طبعا قبل اي حاجه نتاكد ان الموبايل ده متوصل بالراوتر اللي متعرف عليه البرنتر، وهنختار البرنتر كده. وبعد كده تبدا تعمل ايه؟ تختار برنت اهو بيقول لك برنتنج فوق اهيت. زي ما انتم شايفين كده اهي طبعتين ورقه فيها الوان اهيت، زي ما انتم شايف فيها الوان اهي وفيها اسود مع بعض. طب دلوقتي اقفل الورق ده اللي انا عايز اطبعه، عايزه بالابيض والاسود وما فيهاش الوان. الموضوع بسيط، هنختار نفس الملف اللي احنا هنطبع او نفس الصوره، نعمل مشاركه وهنختار برنامج اتش بي اهو، وهنختار البرنتر وهنيجي تحت هنا. اول حاجه ده ما تلعبش فيه، ده بيقول لك البرنتر اللي انت هتطبع منها، ممكن يكون عندك اكتر من برنتر. تاني اختيار مكتوب عليه كوبيز اللي هو تاني واحد،
ده اللي بيزود عدد النسخ معاك من نسخه لحد اكتر لحد 100 نسخه. فانا على سبيل المثال هسيبها على نسختين. تالت اختيار ده اللي هو نوع الورق، انت بتسيبه زي ما هو بلان بيبر. رابع اختيار ده واللي احنا جينا عشانه مكتوب عليه كلر مود، طول ما هي معموله على كلر يبقى هي هتطبع اسود والوان مع بعض. لو ضغطت كده وخليتها بلاك اند وايت يبقى كده هتطبع ابيض واسود فقط ما فيهاش الوان. طبعا احنا كده حددنا النسختين وهنطبع ابيض واسود فقط وما فيهاش الوان، فهنختار برنت. المفروض ان الابيض واسود بتبقى اسرع من الالوان. زي ما انتم شايفين كده ادي النسخه الاولى، هتلاقي هنا الازرق اللي هو الالوان ما فيش، تمام؟ حتى هنا كله بقى ابيض واسود اهي ما فيهاش الوان. لو جبنا الورق اللي احنا طبعناها الوان، بص كده معايا دي اسود ودي الوان زي ما انتم شايفين، دي بقى عملناها بلاك اند وايت ودي لو سيبناها على كلر. دلوقتي انتهينا من الفقره الاولى وهي ربط البرنتر بالراوتر واي فاي عشان تقدر تطبع من على اكتر من موبايل. لكن الفقره الثانيه اللي هي خاصيه الطباعه من خلال الاتصال المباشر مش بفضلها قوي، عايز تكمل معايا ما فيش اي مشاكل، بس لازم يكون عندك علم انك لو هتكمل معايا فخاصيه الطباعه من الراوتر واي فاي هتتفصل، وعشان تقدر توصلها من تاني هتتبع الخطوات اللي احنا عملناها من شويه. فلو انت مرتاح من الفقره الاولى كمل بيها، لكن لو عندك مشكله في الراوتر او ما عندكش راوتر او الراوتر بعيد جدا عن البرنتر فكده مفيش حل غير انك توصل البرنتر بالاتصال المباشر. الخطوات ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه هنفتح قائمه الشبكات بتاعتنا اللي فيها الراوتر عامه، هنفتح عادي ونبدا نختار الاختيار ده دايركت اتش بي سمارت تانك 580 590. هنختار واحد هيطلب منك كلمه مرور. كلمه مرور بقى تطلعها ازاي؟ شايفين حرف الاي ده؟ تخطى واحده عليه كده، هيبدا دلوقتي ان هو يطبع لك ورقه. اهو جبنا الورقه بتاعتنا بتاعت كلمه المرور، شايفين مكتوب هنا ايه؟ مكتوب هنا ذا واي فاي دايركت باسورد، اهو هو ده الباسورد اللي هندخله في الموبايل دلوقتي في خانه الباسورد. وبعد ما كتبنا كلمه المرور اللي في الورقه هنختار توصيل، بعد كده هنختار الاتصال دائما، دي افضل حاجه في الخطوه دي، تمام؟ بعد كده نرجع لبرنامج اتش بي اللي احنا نزلناه، بعد كده هنختار اضافه برنتر اللي فوق دي اهي كده، تمام؟ بعد كده هنختار تشوز ان افيلبل برنتر، تمام؟ هتلاقي البرنتر ظهرت لي دقائق، اختارها عادي جدا كده وننتظر لحد ما تاكتف، اهي كده اتاكتفت. والطباعه هي نفس طباعه الواي فاي، بس قبل اي حاجه بتاكد ان الموبايل ده رابط على شبكه البرنتر اللي هي الدايركت 40 اتش بي سمارت تانك، دي اول حاجه احنا اتاكدنا منها. بعد كده بتفتح اي صوره عندك زي كده وبتعمل مشاركه، بتختار برنامج اتش بي اهوت، بعد كده المفروض البرنتر بيظهر لك، لو قال لك نو برنت فاوند بتعمل اللي هي اللي فوق دي اللودنج دي مره واحده اهي ظهرت لك اول ما ضغطت عليها. هنختارها كده تمام، بعد كده هنختار برنت، هي نفس الخطوات بالظبط زي ما انتم شايفين كده، هي بتطلع الورقه فيها الوان، الورقه اللي موجوده في الموبايل طبيعتها الوان ممتازه جدا زي ما انتم شايفين، طبعت لنا الوان ممتازه جدا. حبيت انبه عليكم مره ثانيه، عايز تطبع من الموبايل يبقى انت تتبع الخطوات اللي في الفقره الاولى بالظبط، حبيت تطبع من الموبايل دايركت على طول بدون راوتر يبقى لازم تبقى عارف ان الفقره الاولى هتتلغي وهتكمل طباعه عادي جدا. ان شاء الله انتظروني في الفيديو اللي جاي، هنتعلم ازاي نعرف البرنتر دي بالكمبيوتر او اللابتوب، مره باستخدام الكابل يو سي بي ومره باستخدام الراوتر الواي فاي. اتمنى ان حلقه النهارده نالت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم، منتظر اي استفسار لكم بخصوص الطباعات. كان معاكم احمد السيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.